يوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية تشغيل إعلامات المنتج. نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على تشغيل إعلامات المنتج. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتشغيل إعلامات المنتج، وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.